طيب خلينا ناخد على التليفون مكالمة مهمة جدا جدا مع الفنانة المميزة الفنانة الكبيرة الفنانة لقاء الخميس. يا فندم برحب بحضرتك. ازاي حضرتك؟ اخبار الأخبار حياتك يا فندم؟ ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كويسة الحمد شرف لله. لينا وجود حضرتك معانا طبعا، يعني شيء يشرفنا كلنا والله. متشكرة جدا جدا كابتن عمرو، ومساء الخير لمستر فاسلوس. Good evening Mr. Fatilus. Good evening Good Captain. evening. How are you? Thank you. يعني اكيد طبعا كنا بنتكلم على الكابتن عبد المنصف، واكيد طبعا يعني مدرب وادي دجله اتكلم على حضرتك بقى ازاي بياخد باله من نفسه، ازاي هو يمكن عدى 400 مباراه في الدوري المصري كحارس مرمى، وانه طبعا بينافس الكابتن عصام الحضري، وشفنا المداعبه اللي كانت بينهم على السوشيال ميديا. ولكن بقى يعني اكيد وجود حضرتك في حياه الكابتن، انا عارف ان صعب جدا لعيب الكوره في البيت، لكن اكيد المعامله الخاصه اللي حضرتك يعني بتاخدي بالك طبعا منه، هو كمان طبعا يعني بياخد باله من نفسه، في الاخر وصلته للمستوى اللي احنا بنشوفه. فازاي بقى حضرتك بتعاني من وجود لاعب كره قدم مع حضرتك في البيت؟ مبدئيا بس عشان ابقى انا فير، محمد بياخد باله من نفسه. اي ما شاء الله يعني. طيب بسم الله ما شاء الله. يعني محمد بالنسبه له رقم واحد، رقم واحد الكوره، مش اي حاجه تانية. طبعا بيحبنا وبيحب ولاده والبيت وكل حاجه، بس هو لو في اي تفاصيل تانية تبعده عن الكوره ما بيركزش فيها. يعني هو سايب عليا كل الاشياء الاخرى، وهو مش مركز غير في هدف واحد بس في حياته، وهو ده من زمان على فكره، يعني مش جديد عليه. الزياده اللي حصلت عليه او الاختلاف اللي حصل في حياه محمد ان هو مرتاح في النادي، مرتاح مع الكابتن، مرتاح مع الاداره، فهو ده اللي مخليه برضو مساعده على ان هو يبقى متالق. الراحه النفسيه دي حاجه مهمه قوي كده. يعني احنا سايلينه في البيت، مش بنحمله اي حاجه، كل حاجه تمام، وهو بيجي يلاقي كل حاجه جاهزه. وفي نفس الوقت هو بصراحه بيشتغل على نفسه جدا جدا، وهو مش بيخلي حاجه تعطله. يعني لو في اي مشكله يقول لي لا انا مش عايز مشاكل، يعني حليها انت ما تعطلينيش، يعني فاهم الفكره؟ صحيح. انما جزء كبير كمان راحته النفسيه في النادي، ودي حاجه فارقه معاه ان هو بيلعب في وسط ناس عارفه قيمته، مع كابتن بيحبه وواثق فيه. الحب والثقه من الكابتن بيفرق كتير جدا مع اي لاعب كوره. طيب حضرتك بقى يعني ما تعبتيش وجيتي مره كده قلت له خلاص بقى كابتن عبد المنصف يعني اعتزل بقى وخلاص بقى وبطل كوره وكفايه شده الاعصاب اللي احنا عايشين فيها والضغط اللي دايما يعني محطوطين فيه، هل حصل بقى مع حضرتك اتكلمتي معاه في القصه دي، ولا حضرتك ما بتتكلميش معاه في الحاجه اللي ممكن هو اصلا ما يفكرش انها تحصل في يوم من الايام؟ لا هقول لحضرتك، هو احنا ساعات بنشد لان هو مش موجود، لان هو طول الوقت مش موجود. صحيح. يعني احنا دلوقتي الحمد لله بقى لنا 16 سنه هو مش موجود طول الوقت، يعني لا بنعرف نسافر ولا بنعرف نروح ولا بنعرف نعمل مواعيد او نعرف نعمل عزوم، لان هو طول الوقت هو شغال كل يوم، واولموست بيروح مثلا من 11 ساعه 10 ل 11 ساعه، اذا هو مش موجود في البيت. فهو يعني لا هو مش مضغوط ومحدش ضغطه في حاجه ولا اي حاجه، بس انا الحقيقه هو بيوحشنا، يعني بيبقى نفسنا نشوفه ونقعد معاه ونعمل زي اي عيله، نسافر مع بعض، نيجي مع بعض. طبعا ده مفتقد عندنا من سنين، بس انا لا يمكن اقول له سيب شغلك، لان انا شخصيا عارفه قد ايه محمد بيحب شغله وفارق معاه. هو مش محمد، لكن يا فندم هي مش هيسيب، هو هتبقى مرحله وانتهت كلاعب كره قدم، وهيروح من كره قدم لتدريب مثلا. ديفنتلي بس هو لسه عنده، فانا ما اقدرش اقول له امشي خلاص اعتزل. يعني هو اللي بيحس بنفسه، فاهمني؟ صحيح. هو شايف ان هو لا لسه، شايف ان هو دلوقتي في اهم وقت في حياته. وبقول لحياتك واللي مخليه يحس بكده تشجيع الناس اللي حواليه، المدرب والناس اللي حواليه. فجزء منه هو دي طاقته، هو عايز يكمل، وهو اول ما يحس ان هو مش قادر هيقول انا مش قادر، يعني مش معقول هيلعب غصب يعني. وفي نفس اللي حواليه كمان مشجعينه قوي، which is حاجه كويسه. يعني احنا بنسبورت، والكابتن بيسبورت، والنادي بيسبورت، وكلنا مصدقين فيه. وبعدين موضوع الاعتزال ما هوش سهل قوي الدرجه دي. صحيح. هو بيبقى مخيف بصراحه يعني. بس الحمد لله محمد فت، ومحمد قادر يكمل ولسه عنده، وهو شايف ان هو محتاج كمان يلعب كمان سنتين. هو اكتر واحد حاسس بجسمه على فكره، وحاسس بطاقته يعني. طب بعد ماتش الزمالك يا فندم الوضع كان ايه؟ كان بعد التعادل، يعني الزمالك كان محتاج الماتش، هو واحد من ابناء نادي الزمالك ولاعب من نجومه،
لكن التعادل بعد الماتش كان ايه احساسه، او كان لما حضرتك قابلتيه هل كان زعلان، هل كان مبسوط، هل يعني اكيد في يعني فيلينجز مختلفه او شعور مختلف ما بين الفرح وبين الحزن؟ طيب هو في العموم محمد للعلم يعني علشان احنا اتهاجمنا كتير قوي بعد الماتش ده بشكل بزياده عن اللزوم، محمد فعلا بيحب نادي الزمالك يعني هو مش محتاج حد يقول له ان ده النادي بتاعه يعني محمد كان مخلص في نادي الزمالك وكان بيحب نادي الزمالك وما زال بيحب نادي الزمالك. لكن الحقيقه انه ده شغله، هو ما ينفعش ياثر في شغله. واحد ربنا هيحاسبه على التقصير، اتنين هو نفسه هيحاسب نفسه لو قصر. هي القصه مش قصه، هو لو بيلعب قدامي على فكره هيعمل اللي عليه. صحيح يعني هو صحيح. القصه مش قصه هو بيحب ايه ما بيحبش، القصه قصه انه انت بتعمل شغل، اذا انت لازم تعمل شغل بما يرضي الله، وهو محمد شخص بيرضي الله وبيرضي نفسه. فطبعا هو على قد ما هو كان زعلان انه الزمالك خسر، على قد هو كان فرحان ان النادي اللي هو شغال فيه رزقه بشغل يعني عمل فيه اللي يقدر عليه يعني. بص محمد بيعرف ربنا جدا وبيعرف يحدد ايه الصح وايه الغلط الحمد لله. بس يا فندم بسم الله ما شاء الله حضرتك قلت يمكن 16 سنه يعني موجودين مع بعض، يعني ما حدش من الجمهور حس بحضرتك خالص الا في الكام يوم الاخاره دول حضرتك اتعصبت جدا، ويعني وجودك على السوشيال ميديا يعني اكيد اي حد في الدنيا اكيد هيدافع عن زوجه، وبالتالي اشمعنا يا فندم الوقت ده، اشمعنا تحديدا الماتش ده الوقت ده تحديدا حضرتك خرجتي بقى ويعني كشرتي عن انيابك زي ما بنقول كده في لغه الكوره؟ لان الكوبايه اتملت ودلدقت يعني خلاص كفايه، يعني خلاص كفايه بجد يعني الراجل ده ادى عمره وحياته كلها للزمالك. وعايزه اقول لك محمد كان بيلعب كويس جدا بس الظروف ما كانتش مساعداه، كان في ضغوط وكان في تفاصيل كتيره جدا، وهو بيحب النادي واحنا اتهنا كتير وحصل تنمر علينا كتير. 16 سنه تنمر مش هزار. طبعا انا ما اقدرش اقول انه كل جمهور الزمالك، لا في ناس كتير قوي واصدقائنا محترمين، لكن في بعض من جمهور الزمالك بيتنمر. الواحد بقى عارف ساعات كده خلاص ما بيقدرش يعني ما بيقدرش يسكت. على فكره محمد كان هادي قوي، ومحمد ما كانش فارق له، ومحمد ما كانش متضايق، ومحمد قال لي انت مضايقه نفسك وانا صاحب الموضوع مش متضايق. يعني هو شايف ان من حقهم يبقوا متضايقين، بس هو نفسه يعني عارف شايف ان هو ده الصح اللي اتعمل ده الصح. طب هو كان رد فعله ايه يا فندم؟ رد فعله ايه؟ هو شايف ان انا بهزر، يعني هو بيشوف انه انا شغله نفسي بحاجات. هو قال لي بالظبط كلمه، قلت له انت مش متضايق؟ قال لي انا مش هخلي حاجه توقف حلمي، انا مش مهتم بكل التفاصيل دي، انا مهتم بان انا مكمل في طريقي ومفيش حاجه هتعطلني، لو في طوبه قدامي هزقها واكمل عادي. ده محمد يعني انا بس ايموشنال شويه يعني انا عندي صحيح. يعني حساسه شويه بس هو ما شاء الله عليه ربنا يبارك له يعني بصراحه يعني. طيب قبل الجواز حضرتك كنت اهلاويه ولا زملكاويه؟ بكره الكوره من وانا صغيره بصراحه. يعني حضرتك لا اهلاويه ولا زملكاويه قبل الجواز؟ لا خالص، بس انا يوم ما فتحت عيني على الكوره وسمعت اسم، سمعت اسم خطير، ده اللي انا قادره اقوله يعني. انا يوم ما عرفت ان في كوره كنت بشوف الخطيب وشطه، فانا دول اللي انا عارفاهم في حياتي يعني. طيب يعني الكابتن عبد المنصف لو جاله في الوقت الحالي عرض من الاهلي حضرتك هتوافقي وتشجعيه؟ والله هو جاله قبل كده وانا شجعته، وهو على فكره ما راحش ومضى على بياض مع الزمالك. ده الافيه الجامد جدا، انه في فتره مرحله ما كده كانت مهمه جدا في حياه صحيح. محمد صحيح، وكان عليه انه يختار ما بين الاهلي والزمالك وكانوا الاثنين عايزينه، وهو اختار الزمالك. اذا هو راجل يعني بيحب الزمالك، فاهم فكره يعني؟ هي برضو محمد ليه يعني عنده احساس بالعشره، انه انا سنين وابتديت في الزمالك، فاذا الزمالك هو الاولى بيا يعني. يعني بس بلاش رايي انا بقى، بعدين بقى رايي انا بعدين. طب ليه؟ طب حضرتك اهلاويه ولا زملكاويه دلوقتي بما انك كابتن عبد المنصف موجود في وادي دجله؟ حضرتك دجلاويه، طب بجانب دجلاويه اهلاويه ولا زملكاويه؟ والله العظيم انا ماليه في الكوره، انا بحب الكوره عشان جوزي بيحبها. طب ما الكابتن بيبو رئيس النادي الاهلي. بيبو ده عيني وقلبي يعني، انا بحب. طيب خلاص يبقى يعني حضرتك بتشجع الاهلي جنب دجله؟ والله ولا بشجع حد بس ما اتفرجتيش. خلاص انا ما بتفرجش على الماتشات اللي محمد بيلعبها على فكره، يعني ببقى خايفه يعني انا بسمع بس. طيب. انا والله العظيم الماتش اللي فات ده انا ما اعرف هو بيلعب مع مين. صحيح. انا اعرف ان هو عنده ماتش وماتش مهم، ما اعرفش بيلعب مع مين. واصحابي اللي قالوا لي على فكره ان هو كان جامد جدا في الماتش، انا ما بستحملش اتفرج على الماتشات بصراحه. يا فندم يعني الله يكون في عونه والله يكون في عون كل العائلات اللي طبعا اخواتها وجوازها موجودين في الملعب، عشان امر بيكون صعب جدا يا فندم يعني.
وبتمنى لك التوفيق يا فندم، وبشكر حضرتك على وجودك معايا، وطبعا يعني مكالمة شرفتنا ونورتنا الفنانة القديرة، الفنانة اللي كلنا بنحبها، الفنانة لقاء الخميسي زوجة الكابتن محمد عبد المنصف، كابتن فريق نادي وادي دجلة، واحد من نجوم مصر.